أكد الأستاذ يحيى العراسي السكرتير الصحفي السابق للفار هادي المنتهية شرعيته، أكد على أهمية انعقاد المؤتمر الإعلامي الأول في هذه المرحلة لمواجهة العدوان والخونة وعباد المال. مناسبة عظيمة ورائعة وتجسد التلاحم الوطني الإعلامي تجاه مواجهة العدوان وتجاه الشرذمة وتجاه من يعتدون على الوطن، ونتمنى التوفيق والنجاح بإذن الله. وهذه الخطوة في زمن طيب، زمن تأسيس وإعلان المجلس السياسي الأعلى الذي سيؤدي واجبات وطنية عظيمة في إطار الدستور والقوانين والأنظمة النافذة.